بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي قال الإمام ابن سعدي رحمه الله: أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب، الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم. أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم، والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم، لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن، وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة استهلت بقوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني مما ذكر في الآية السابقة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والشيخ رحمه الله بيّن معنى الشقاق، والمعنى أنهم إذا أعرضوا عن الإيمان بما دعوتهم به، فاعلم أنهم إنما يريدون عداوتك وخلافك، وليسوا في طلب الحق من شيء، فهم لا يطلبون الحق، وإنما يريدون العناد والعداوة والمخالفة، وإنما يحملهم على ذلك الهوى، وبالتالي فلا مطمع في هدايتهم ما كان ما دامت هذه حاله. وذكر الشيخ رحمه الله أنه من لازم كونهم في شقاق أنهم يضمرون العداوة والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله: فسيكفيكهم الله. فإذا كانت هذه حالهم، لا مطمع في هدايتهم، قلوبهم مليئة بالحقد والكيد والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فالذي يخشى منه هو كيدهم،
فالله عز وجل الكفيل الرحيم الودود السميع العليم، سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين مناسبة ظاهرة، لأن من يكفي العبد مكر الأعداء لا يحصل ذلك منه على التمام إلا إذا كان سميعاً بما يقول الأعداء، عليماً بما يضمرون ويكيدون ويخططون من العداوة والمكر، وذلك هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه الآية من معجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه كانت في شأن يهود، وكان اليهود يمكرون ويكيدون، وكما تعلمون في السيرة النبوية أنهم كادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله مرارا، وكان الله عز وجل ينجيه ومكنه جل وعلا منهم، فأجلى من أجلى منهم كبني النضير، وقتل من قتل منهم كبني قريظة. وهذا إخبار بالشيء قبل وقوعه، ففيه من هذه الناحية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة في خبر القرآن لهذا الاعتبار. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله جل جلاله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي إلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. وفي قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله
والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال: ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك، وكونه صار صبغة لهم ملازما. في قول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قول صبغة الله، صبغة هذا منصوب، يقول العلماء هذا نصب على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، فهو مفعول به من حيث الإعراب، والمعنى إلزموا صبغة الله عز وجل. ما هي صبغة الله؟ هي دينه الذي شرعه لعباده، ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ثم قال جل وعلا: ونحن له عابدون، يعني وقولوا ونحن له عابدون. وصف دين الله عز وجل بأنه صبغة، أشار الشيخ رحمه الله إلى مغزى في ذلك، فذكر أن وجه التعبير بالصبغة عن الدين أن الدين يصير طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب، الذي لا يمكن أن ينفك الثوب فيفصل بينه وبين الصبغ، فينطبع الصبغ في الثوب بحيث لا ينفك عنه. فهكذا الدين في ثبات المؤمن عليه ولزومه له يصير له كالصبغة. وهناك معنى آخر ذكره غير المؤلف كالقرطبي في تفسيره، قال: سمى الدين صبغة لظهور أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وهذا فيه ثناء على السمت الحسن، لأن السمت الحسن من الإيمان. وفي قوله سبحانه: ومن أحسن من الله صبغة، هذا الاستفهام المراد به النفي كما بيّن الشيخ، فالمعنى لا أحد أحسن من الله صبغة، ولا أحد أحسن من الله دينا. وقوله ونحن له عابدون، كما ذكرت المراد وقولوا ونحن له عابدون، وهذا إظهار لتوحيد الله عز وجل على ما شرعه الله جل وعلا. وقد بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه العبارة تضمنت شرطي قبول العمل، فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا وجد فيه شرطان. ما هما الشرطان؟ يخلص. نعم أحسنت، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر أن هذا الجزء من الآية تضمن هذين الشرطين، ووجه ذلك: أما الإخلاص فيؤخذ من تقديم الجار والمجرور، لأن الله عز وجل قال ونحن له عابدون، ما قال ونحن عابدون له. يقول العلماء إن تقديم الجار والمجرور أو تقديم المعمول يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، يعني له لا لغيره، وهذا يتضمن إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو معنى الإخلاص الذي هو أحد شرطي العمل. أما الشرط الثاني فقال الشيخ إنه يستنبط من قوله عابدون، لأنه ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مما شرعه الله عز وجل في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى المتابعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال الله جل جلاله بعد ذلك: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل، فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول التي يسلمها. أحسن عليك. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها ويسلم لها التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. قوله سبحانه: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. المحاجة في الله ذكر بعض المفسرين أن المراد بها أن أولئك اليهود والنصارى زعموا أنهم أولى بالله من المسلمين، كما حكى الله عز وجل عنهم في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم سبحانه هناك: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ولهذا جاء الرد هنا بقوله سبحانه: وهو ربنا وربكم، يعني هو كما أنه ربكم فهو ربنا، فهو خالقنا وخالقكم، والمتصرف فينا والمتصرف فيكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أنتم بريئون مما نعمل ونحن براء مما تعملون. فلكل عمله الذي يشهد له عند ربه أو يشهد عليه عند ربه عز وجل. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وهذا الختم بهذه العبارة بيان لاختصاص هذه الأمة بالتوحيد، وهو الذي يجعلها خير أمة أخرجت للناس، وهو هذا الإخلاص. وفيها أيضا تعريض بوقوع اليهود والنصارى في الشرك، والله عز وجل لا يتولى المشركين، وليس المشركون لله أولياء ولا أحباء. وقد أخبر الله عز وجل ووصف
أولئك اليهود والنصارى بالشرك. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن يتبين من هذا أنه لا حجة لأولئك اليهود والنصارى في زعمهم، وأن حجتهم داحضة، وأن أولياء الله عز وجل هم المؤمنون دونهم. نعم. أحسن الله إليك. قال الله جل جلاله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وهذه دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسول الله، في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة. وصورة الجواب مبهم، وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم، وهو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد. كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد، ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. ثم أحسن الله عليك. ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها، وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وإن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. في قوله سبحانه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. هذه كما ذكر الشيخ دعوة أخرى، فإنهم كما ادعوا في الآية التي قبلها
أنهم أخص بالله جل وعلا وأنهم أولياء الله وأحباؤه، فإنهم ادعوا أيضا أنهم أخص بأصفياء الله وهم أنبياؤه ورسله، فادعوا أنهم أخص بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى. رد الله عز وجل عليهم بقوله: قل أنتم أعلم أم الله. الله عز وجل قال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا ذكر الشيخ أن هذا الاستفهام في حد ذاته بما يحمله من عظمة المولى تبارك وتعالى وصدقه الذي تقرر في النفوس ولا تماري فيه أنفس أحد من خلق الله، أن هذا الاستفهام في حد ذاته كاف في رد قوله. ولهذا لم يحتج أن يقول بعد ذلك: الله أعلم منكم، كما إذا قيل، والشيخ ضرب أمثلة متعددة، إذا قيل: الليل أنور أم النهار، لا أحد يحتاج أن يقول النهار أنور، لأن هذا استفهام معلوم الجواب عليه، متقرر في الفطر، معلوم عند الناس، لا ينكره أحد منهم. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية يتضمن أن أولئك اليهود والنصارى الذين ادعوا أن هؤلاء الأنبياء هودا أو نصارى هم يعلمون أنهم كانوا حنفاء مسلمين، لكنهم كتموا هذا الأمر وادعوا تلك الدعوة بدافع الهوى، بدافع الهوى. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهذا الاستفهام استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فهؤلاء عندهم من العلم ما يعلمون به أن هؤلاء الأنبياء المذكورين حنفاء مسلمين، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة، بل قالوا بضدها، فزعموا أنهم هودا أو نصارى. ولهذا ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. لأن هؤلاء الذين يعلمون ويكتمون ما علموا من الحق ويظهرون ضد ما علموا من الباطل، هؤلاء غرهم إمهال الله، فتجرأوا على الله ونسبوا إلى أنبياء الله ما هم بريئون منه، فلا تغتروا بإمهال الله لكم. ما الله بغافل عما تعملون. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، وهذا يتضمن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد لأولئك الذين تجرأوا على الله عز وجل وافتروا عليه. وفي قوله سبحانه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، تعظيم لظلم العالم إذا كتم ما يعلمه من حق أنزله الله عز وجل، فظلمه عظيم، لا سيما إذا كان مختصاً بهذا العلم، بحيث يخفى هذا العلم على العامة،
ويعلمه ذلك العالم فيكتمه مع حاجة الناس إلى بيانه فهذا ظلم عظيم، لا أحد أظلم ممن كانت هذه حاله. ولهذا قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فعنده هذه تشعر بالاختصاص، بمعنى أن الظلم يعظم عند العالم إذا كتم العلم، إذا كان هذا العلم هو يختص بعلمه ويجهله العامة وهو مع ذلك يكتمه مع حاجة أولئك العامة إلى إظهاره، فلا ظلم أعظم من هذا الظلم، لأنه يضل الناس بهذا الكتمان. في الآية التي بعدها قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية تكررت كما مر معنا سابقا، والشيخ رحمه الله ذكر مغزا لتكرارها، قال: وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، لأن أولئك الذين زعموا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى يريدون أن يتعززوا بهذه النسبة، فلو فرض أن هذه النسبة صحيحة فهذه أمة، وهذا أمر باطل كما تقدم، لكن لو فرض أن هذه النسبة صحيحة فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا ينفعكم انتسابهم له انتسابكم لهم أو موافقتهم لكم مع بطلان زعمكم إذا كنتم على غير طريقتهم، وهم إنما كانوا موحدين حنفاء. وهذا التكرار لأنه في الموضع السابق كانت دعواهم أنهم على ملة إبراهيم، وهنا ادعوا أن إبراهيم ومن معه يهودا أو نصارى، ولهذا كانت لتكرار هذه الآية مناسبة للمعنى السالف ذكره، وهي تتضمن معنى التهديد والتخويف. إذا كان هؤلاء الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجزون بكسبهم، فأنتم ستجزون بكسبكم ولن ينفعكم انتسابكم إليهم. أحسن الله إليكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف
لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب، والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك. فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلالة لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا أمة وسطا، كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم؟ والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض.
قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن الأمة وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها، فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على إن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشيخ رحمه الله استهل كلامه على هاتين الآيتين، الآية المذكورة والتي بعدها، بقوله اشتملت الآية الأولى على معجزة، وهذه المعجزة هي الإخبار بالشيء قبل وقوعه، فإن الله عز وجل أخبر المؤمنين بما سيقوله السفهاء من الناس، فوقع الأمر على ما أخبر به جل وعلا. والسفهاء من الناس قيل إنهم مشركو العرب، وقيل أحبار يهود، وقيل المنافقون. قال ابن كثير: والآية تعم ذلك كله. هذه المعجزة. ثم قال الشيخ: وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين. وهذا أمر بين، لأن الإخبار بالشبهة قبل ورودها يوطن النفس على تحملها إذا طرحت، والرد عليها إذا اعترض بها. وهذا ما حصل في هذه الآية، فإن الله عز وجل أخبر بما سيقول السفهاء وبين الرد الشافي عليهم، وهذا فيه تسلية وتطمين لقلوب المؤمنين، لأن الشبهات إذا اعترت القلوب والقلوب فارغة ربما حلت الشبهة في القلب فأورثت مرض شبهة. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أنه بيّن لهم أن هذه الشبهة ستقال، وبيّن لهم جل وعلا الرد على هذه الشبهة حفظاً لقلوب المؤمنين. ثم ذكر الشيخ أن أيضاً اشتملت الآية الأولى على جواب هذه الشبهة من ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه الثلاثة هي مذكورة في الآية. فالجواب الأول مذكور في قوله سبحانه: قل لله المشرق والمغرب، يعني له جل وعلا الحكم والتصرف، لأنه جل وعلا هو مالك المشرق والمغرب، فالأمر له كله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يوجه عباده إلى ما يشاء سبحانه. وهذا كقوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات. يعني الشأن كله في امتثال أمر الله والإيمان بالله، فحيثما وجهكم فامتثلوا. وهذا هو كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث ابن عمر قال: بينما
في صحيح البخاري قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يتوجه قبل الكعبة، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري. هذا هو شأن المؤمنين، المبادرة التامة والسريعة والفورية إلى طاعة الله عز وجل ما دام الأمر أمر الله والعبيد عبيد الله، فليس لهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهو جل وعلا له المشرق والمغرب. من رحمة الله عز وجل أنه مع أن هذه الشبهة التي طرحت من أولئك الكفار، وإن تنوعت مذاهبهم كما مر معنا في تفسير السفهاء، من رحمة الله عز وجل أن الآيات السابقة تضمنت تمهيداً لهذا الموضوع، لأنه كما ورد عن ابن عباس أن نسخ القبلة هو أول نسخ جاء في الشريعة، والنسخ وردت عليه اعتراضات، وكان من اعتراضات أولئك السفهاء أنهم قالوا: مال المسلمين اليوم يستقبلون جهة وغدا يستقبلون جهة أخرى، معناها أن دينهم دين مريج متغير، لو كان من عند الله ما حصل تغير. وهكذا صاروا يطرحون مثل هذه الشبهات، ولهذا قال الله عز وجل أن الأمر لله والملك لله، والعباد عباد الله، يأمرهم متى شاء باستقبال بيت المقدس، ويأمرهم متى شاء باستقبال الكعبة، وليس لهم إلا أن يطيعوه ويسلموا لحكمه. من رحمته جل وعلا أنه إذا تأملنا الآيات التي تسبق هذه الآية وجدنا أن الله عز وجل كما مر معنا ذكر النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأنه جل وعلا يأتي بخير منها أو مثلها، وأنه جل وعلا قادر على ذلك، وهذا تهيئ أهل النفوس لتقبل هذا الأمر. أيضا مر معنا تقرير وجوب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي الاعتراض عليه بالسؤال تعنتا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كما مر معنا في تفسير الآية. وهذا أيضا توطئة للمؤمنين لكي تكون قلوبهم لينة لقبول أمر الله عز وجل وما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم من غير اعتراض، كما هو شأن اليهود مع موسى عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك ذكر البيت، وهي الآيات التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، وتعظيم الله عز وجل لهذا البيت الحرام، وإضافة هذا البيت إلى نفسه جل وعلا، وأنه جعله مثابة للناس وأمنا. كل هذه الأمور توطئة وتمهيد لتكون النفوس متقبلة هذا الأمر العظيم، وهو توجيه هذه الأمة إلى خير قبلة رضيها الله عز وجل لها: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل ذكر الجواب من ثلاثة أوجه. ذكرت الوجه الأول وهو قوله سبحانه: لله المشرق والمغرب، وبينت دلالته على رد هذه الشبهة. الوجه الثاني في قوله سبحانه: يهدي من يشاء، فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والذي هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة
وهي ملة إبراهيم عليه السلام هو الله عز وجل، فلا حق لأحد أن يعترض على ما شرعه الله عز وجل. وأما الوجه الثالث فهو ما تضمنته الآية أيضا من أن هذا التوجيه هو فضل من الله عز وجل على المؤمنين، وأن أولئك المعترضون إنما حسدوا المؤمنين على هذا الفضل وعلى هذه النعمة، وإنما قالوا ما قالوا حسدا وبغيا، وإلا فإنهم يجدون في كتبهم، أعني اليهود والنصارى، أن هذه الأمة تستقبل الكعبة، ولكنهم قالوا ما قالوا وأثاروا من الشبه ما أثاروا لما في قلوبهم من الهوى والحسد والبغي، فلا يشغلكم أيها المؤمنون ما قالوا، فأنتم في نعمة من الله عز وجل وفضل، احمدوا ربكم واشكروه وسلموا لحكمه، فإنه جل وعلا ذو فضل عظيم عليكم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم لخير قبلة ترادف إنعامنا عليكم وتوالت أفضال الله عز وجل على هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلناكم أمة وسطا. معنى الوسط كما ذكر الشيخ وكما قال المفسرون يعني عدلا خيارا، هذه الوسطية كما أنها نعمة فهي تتضمن تكليفا، فهي تشريف وتكليف، هي تشريف لهذه الأمة وتكليف لهذه الأمة أن تقوم بدين الله عز وجل حق قيام، وتقوم بالشهادة على الأمم في إبلاغها دين الله في هذه الدنيا، كما أنها ستشهد على الأمم يوم القيامة كما جاء في السنة النبوية كما سأذكره بعد قليل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأنتم شهداء على الناس في الدنيا بإبلاغهم دين الله، وهذا هو التكليف، وشهداء عليهم أيضا في الآخرة بأن أنبياءهم أبلغوهم بالتوحيد وبالدين الصحيح. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري. في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما مر معنا معنى شهداء على الناس يعني يشهدون عليهم، فهذه الأمة تشهد على سائر الأمم في الدنيا وفي الآخرة، ومن شهادتهم على تلك الأمم في الآخرة أنهم يشهدون أن أنبياءهم أبلغوهم الدين والتوحيد أتم بلاغ كما مر معنا في حديث أبي سعيد. ويكون الرسول عليكم شهيدا،
قال بعض العلماء يعني شهيدا عليكم بأعمالكم، وقيل عليكم بمعنى لكم أي يشهد لكم بالإيمان، وقيل يشهد عليكم بأنه بلغكم. فالمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة بهذه المعاني، فهو صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة بأنه بلغهم البلاغ المبين، فمن أطاع الله عز وجل ورسوله نجا، ومن عصى الله ورسوله فقد هلك على بينة وعلى بلاغ تام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتم صلى الله عليه وسلم، ولا ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذه الآية فيها بيان لفضل عظيم على هذه الأمة، حيث زكاها الله عز وجل ووصفها بالعدالة والخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، ثم ولاها المنصب الخطير وهو الشهادة على سائر الأمم، وهذه نعمة من الله عز وجل تستوجب على هذه الأمة شكر المنعم جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة هي آخر الأمم زمانا، لكن الله عز وجل رفع قدرها وأعلى شأنها، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وذاك فضله وإحسانه، وهو يستوجب على أفراد هذه الأمة أن يقوموا بهذا الدين الذي حباهم الله عز وجل واختارهم ليكونوا من هذه الأمة، أن يشكروا هذه النعمة فيقوموا بهذا الدين خير قيام، ليكونوا أهلا للشهادة على سائر الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله جل جلاله إكمالا للآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول، أي يؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبينة على شبهة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة
الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنمية والحفظ حفظ نوعان حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكر، بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل كعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بها عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وإن امتحنه امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. بقوله سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. بيّن الله عز وجل في هذه الآية حكمة بالغة، فالله عز وجل كما أن له النعمة السابقة فيما يشرعه وفيما يقدره، فإن له في ذلك الحكمة البالغة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بيّن الشيخ رحمه الله أنه قد يرد سؤال فيقول الشخص: إن الله عز وجل عالم بما تنطوي عليه الضمائر، فما معنى إلا لنعلم؟ قال الشيخ: أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، لأن الله عز وجل يعاقب ويثيب على ما يفعله الشخص من أعمال، وأما علمه بأن الشخص سيعمل فهذا لا يثيبه ويعاقبه حتى يحصل منه هذا العلم. فالمراد العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. بعض العلماء قال إن معنى لنعلم يعني لنرى، والعرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس، كما في قوله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. وفي هذه الآية ما تضمنه تحويل القبلة من المحنة والاختبار، فإن مفارقة المألوف لا سيما إذا كان موافقا لمن سبقك، فهو موافق لما كان عليه اليهود وهم مجاورون للمسلمين في المدينة، فإن اليهود يستقبلون الصخرة كما هو معلوم، والمسلمون في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا 14 شهراً
يستقبلون بيت المقدس، وكان اليهود فرحوا بهذا لموافقة المسلمين لهم. مخالفة المألوف ومخالفة من سبقك من أهل الأديان هذا فيه مشقة على النفس، لا سيما إذا وردت في ذلك الشبهات والاعتراضات، لكن هذا من الله عز وجل امتحان واختبار ليتبين من يطيعه ويسلم لأمره ممن يعصيه ويتنكب طاعته جل وعلا. ولهذا قال: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني شاقة هذا التحويل وهذا التحول وما ورد عليه من شبهات، شاق وعسير إلا على الذين هدى الله قلوبهم. وهذا فيه أن المؤمن لا يثق في نفسه، لأنه إن وكل إلى نفسه فقد يهلك وقد يضل، وإنما يعول على ربه عز وجل، فيسأل الله عز وجل الثبات والهداية. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. جمهور المفسرين على أن المراد صلاتكم، وهذا جاء ما يدل عليه في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وفيه أن أقواما ماتوا على القبلة الأولى قبل أن تحول، فقال الصحابة: لا ندري ماذا نقول فيهم وفي شأنهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فيما مضى. والحديث متفق عليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إن من فوائد هذه الآية أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، لأن كون الله عز وجل سمى الصلاة وهي عمل من أعمال الجوارح إيمانا، يدل على أن العمل كما يدخل فيه الاعتقاد بالقلب يدخل فيه أيضا عمل الجوارح، كما هو معتقد أهل السنة، فإنهم يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين الله عز وجل أنه رؤوف رحيم بعباده، لا يضيع عليهم أعمالهم، وإنما يشرع لهم ما يشرع ابتلاء واختبارا، ويثبت الذين آمنوا، وتثبيته جل وعلا لهم هو فضل منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة، وهو الحكيم العليم جل وعلا، وهو الرؤوف الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بيّن الشيخ رحمه الله الفرق بين الرؤوف الرحيم، وذكر أن الرأفة أشد من الرحمة، ولهذا بدأ بها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا تدبر كتابه والاتعاظ بآياته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.